خلينا بقى نروح لخبر تاني، وخبر خاص بالأسطورة البرازيلي بيليه. للأسف الشديد بيعاني من مشكلة صحية يعني، وتداول الموضوع على السوشيال ميديا على المواقع المختلفة. دخل بسببها المستشفى في ساو باولو من كام يوم كده، والصحافة كانت بتتكلم عن الحالة الصحية، وكل واحد بقى بيقول زي ما احنا عارفين، كل واحد بيقول حاجة مختلفة، واللي يقول انه فقد الوعي وحاجات زي كده. مدير أعمال بيليه أكد انه لا يوجد ما يدعو للقلق، وان بيليه خضع لمجموعة متكاملة من الفحوصات والأشعة، ومنظار أيضا للقولون وأشياء أخرى، ولم يخضع لكل ذلك في يوم واحد. بيليه كمان كتب على إنستغرام، قال: يا رفاق، لم أفقد الوعي وأتمتع بصحة جيدة للغاية. ذهبت للخضوع لاختبارات روتينية لم أتمكن من إجراءها من قبل بسبب تفشي جائحة كورونا. وقال كمان: خضعت السبت الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون. وأضاف: أصدقائي، أشكركم جزيلا. يعني طبعا خبر غير سعيد بالمرة، لأن بيليه من اللعيبة الكبيرة جدا المحبوبة جدا، وهو يعني أسعد الملايين خلينا نقول في مختلف أنحاء العالم. فخبر زي ده أكيد أحزن الملايين أيضا، فكويس إن احنا برضو بنطمن عليه. وخلي بالك هو من مواليد 1940، يعني هو تقريبا دلوقتي 80 سنة ما شاء الله. يعني بس ده الواحد يدعي له من قلبه ويقول له ربنا يدي لك الصحة. أسطورة أسطورة. بنتكلم على، بصي، الراجل ده استثناء على كل الأصعدة. يعني يمكن الأجيال الأكبر سنا عارفة كويس جدا قيمة وقدر هذا اللاعب الاستثنائي. لو سألته أي حد، وعلى فكرة ده حصل مع نجوم كرة القدم على مستوى العالم كله، لما يتسألوا على مين أهم لعيب كرة بالنسبة لكم، مين الأيقونة من وجهة نظركم، لازم تلاقوا أن القاسم المشترك في الردود بيليه. احنا بنتكلم على أحد سحرة كرة القدم، أحد أساطير هذه اللعبة. تعمل له أفلام يعني. طبعا ده أقل واجب. احنا بنتكلم على حد استثنائي، ده كان ظاهرة كونية ماشية على رجلين، مش لعيب عادي أبدا يعني.